بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الاسم أستاذ لؤي بشير الشريف من أهل العلم ماجستير إدارة أعمال من المملكة المتحدة البريطانية. نبدأ على بركة الله إعطاء المحاضرة السابعة إلى Human Resource Management إدارة الموارد البشرية. اليوم محاضرة اليوم درناها محاضرتين، كل واحدة إن شاء الله بنشرحوها غير باعتبار أن الفصل الصيفي فصل ضيق وثمان محاضرات فقط. يعني درنا محاضرة اليوم بعنوان وجوه الحوافز المزايا الخدمات، ودرنا محاضرة ثانية السلام المهني لها علاقة شوية، ربطنا الوجوه والحوافز المزايا بالخدمات والسلام المهني. الأجور زي ما نعرفوا شن هو الأجر، تعريف الأجر مثلا شن هو مفهوم الأجور. يقصد هنا بالأجور والرواتب، يقصد بالرواتب والأجور كل أشكال المدفوعات المالية، يقصد بالأجور والرواتب كل أشكال المدفوعات المالية التي تدفعها جهة العمل للموظفين بشكل مباشر ولا غير مباشر، مقابل شنو؟ مقابل عملهم فيها، يعني تبادل العمل مقابل الأجر. يعني يقصد بالرواتب والأجور كل أشكال المدفوعات المالية التي تدفعها جهة العمل للموظف بشكل مباشر ولا غير مباشر، مقابل أنهم يخدموا في جهة العمل، أي تبادل العمل مقابل الأجر. وينظر الاقتصاديون، الناس الاقتصاديون ينظروا إلى أن هذا التبادل تبادل مؤقت، أو تبادل ينظروا الاقتصاديون إلى هذا التبادل أنه تبادل مؤقت والجهد والقدرة مقابل الأجر سواء على شكل نقدي أو عيني. هذا تعريف الرواتب. يجيك سؤال نعرف الأجور والرواتب شكل من أشكال المدفوعات المالية، يعني شكل من أشكال دفع المال تدفع الشركة أو المنظمة للموظفين لديها بشكل مباشر، نقول إحنا مباشر كاش، أو عن طريق يتحول المرتب في حوافز إلى المصرف يتم أخذه، أو عن طريق نقول إحنا صكوك، أو عن طريق شيكات مباشر أو غير مباشر. معناها وهنا في فلسفة اقتصادية قال لك معناها في تبادل، أنت منك العمل في المنظمة عندي وأنا علي الأجر. والاقتصاديون قال لك يشوفوا فيه تبادل مؤقت، وأيضا يشوفوا فيه مقابل نقدي أو عيني. نجولي وفق المنظور الاقتصادي نشوفوا شنو هو الأجر. الأجر يعكس في العادة حجم الطلب والعرض على العمالة في السوق العمل، لكن علماء النفس مثلا ينظرون إليه الراتب بأنه تبادل للسلوك والاتجاهات مقابل المال ومصادر أخرى للرضا والإشباع النفسي. ووفق لهذا المنظور فإن الأجر يكون شيء مهم بقدر الإشباعات التي يحققها الفرد. وأيضا يكون وفق لمنظور علم الاجتماع الأجر يعكس الأعراف والتقاليد الاجتماعية، ويكون أقل استجابة للتباينات في سوق العمل. وهنا تشكل الرواتب والأجور اللي تدفعها المنظمة للموظفين من رواتب وأجور نقدية ووكالات الإضافة النقدية، ونقول احنا وكذلك المزايا الإضافية النقدية وغير نقدية. يعني تتكون الرواتب والأجور من الرواتب والأجور النقدية، وأيضا المزايا الإضافية النقدية والغير نقدية. نجور الراتب أو الأجر، الراتب أو الأجر الأساسي، أو الراتب أو الأجر النقدي الأساسي شن هو؟ هو المبلغ المحدد يدفع للموظف مقابل العمل متاعه، مقابل عمله، سواء بالنقد أو الصكوك أو التحويلات الإلكترونية. وتشكل الرواتب والأجور النقدية الأساسية جوهر التعويضات المالية التي يحصل عليها العاملون، وفي الغالب تكون على أساس زمني، أما بالساعة
أو اليومية أو الشهرية أو الأسبوعي وما في حكم. نجول المزايا المالية الإضافية. المزايا المالية الإضافية تمنح المنظمة المزايا الإضافية للموظفين في الأساس، ليس مقابل عملهم وأدائهم ولكن بسبب عضويتهم في المنظمة. هذه المزايا. نجي شنو أهمية الأجور. الأجور يبقى موضوع الأجور، أو نقول إحنا يلقى موضوع الأجور اهتمام من جانب المنظمات والعاملين فيها والمجتمعات بصفة عامة. فبالنسبة للمنظمات فإن الأجور والرواتب تمثل تكاليف، بل الجزء الأكبر من التكاليف هنا. وأيضا الأجور والرواتب تعد عنصر أساسي من عناصر الإدارة اللي تحرص المنظمة على أنها تتحمل، على أنها تحصل في مقابلها على مردود حقيقي من خلال استخدامها كوسيلة لاستجداب الأفراد للعمل فيها ودفعهم للاستمرار للعمل فيها بكفاية وفاعلية بالنسبة للأفراد، فهي تمثل سببا رئيسي للعمل، بل قد تكون السبب الوحيد للعمل للبعض. هي تمثل، قال لك، سبب رئيسي للعمل، بل قد تكون السبب الوحيد للعمل لبعض، وهي تمثل مصدر أساسي للدخل الفرد، يساعده على تحمل أعباء الحياة ويحقق له إشباعات نفسية ومعنوية. لكن بالنسبة للمجتمع الرواتب شنو تمثل؟ تمثل عنصر هام في قوة الاقتصاد الوطني ومستوى المعيشة في المجتمع، وأيضا في العادة تشكل نسبة كبيرة من الناتج الإجمالي المحلي، وتؤثر على توزيع الموارد البشرية على شتى القطاعات الاقتصادية وعلى الرواج الاقتصادي. يعني هناك خمس معايير أساسية يجب أخذها في الاعتبار من قبل المنظمة بخصوص الأجور. هناك خمس معايير أساسية يجب أخذها في الاعتبار من قبل المنظمة بخصوص الأجور. شن هو أو شن هما؟ ما هما هذه النقاط؟ واحد، معدل الأجور والرواتب السائدة في السوق. معدل الأجور والرواتب السائدة في السوق. 2، القدرة المالية. 3، إنتاجية المنظمة. 4، مستوى المعيشة ومستوى الأسعار. 5، القدرة الشرائية للعمال في المنظمة. يعني الخمس معايير يجب أخذها في الاعتبار من قبل المنظمة، تتمثل في معدل الأجور والرواتب السائدة في السوق. يعني الأجور والرواتب، أنت هتستقطب موظفين وحيخدموا عندك موظفين وعمال، الأجور كيف بتعطيها؟ يحكمك السوق. هنا لازم تكون في دراية بظروف السوق، ومن ضمنها الأجور والرواتب. يعني لازم مثلا انت مرات حتعطي موظفينك مرتب، المنظمات الاخرى المنافسه ليك تعطيهم مرتبات اكثر، لهذا انت لازم تكون على درايه بالاجور والرواتب السائده في المنظمات المنافسه. ايضا القدره الماليه، يعني تحكم المنظمه او تحكم الشركه في اعطائها للمرتبات او الاجور قدرتها الماليه. يعني الجانب المالي يفرض نفسه، قدرة المنشأة المالية نقول احنا يعتبر معيار من معايير يجب اخذها في الاعتبار من قبل المنظمة. ايضا مبيعات المنظمة او انتاجية المنظمة تعتبر حتى هي معيار اساسي في انتاجية المنظمة او مبيعات المنظمة. كل ما زادت مبيعاتها كل ما بامكانها انها تدفع أجور ومزايا ومرتبات لموظفيها. أيضا العامل الرابع، مستوى المعيشة ومستوى الأسعار. يعني مستوى المعيشة في البلد ومستوى أسعار السلع والخدمات حتى هي تأخذ بالاعتبار قبل ما تدير زي ما تقول برنامج لدفع الأجور والرواتب. لازم تكون المنظمة على دراية بمستوى الأسعار السائد في البلد ومستوى معيشة الأفراد داخل هذا البلد. أيضا النقطة الأخيرة، القدرة الشرائية للعمال في المنظمة يعتبر معيار
يجب أخذها في الاعتبار، القدرة الشرائية للعمال في المنطقة. شن هي قدرة العمال الشرائية؟ يعني الخمس معايير يجب أخذها في الاعتبار بخصوص الأجور من قبل الشركات والمنظمات المؤسسات الاقتصادية والصناعية. أول معدل الأجور والرواتب السائدة في السوق. 2 القدرة المالية. 3 إنتاجية المنظمة وزيادة مبيعاتها. 4 مستوى الأسعار ومستوى معيشة الأفراد. 5 القدرة الشرائية للعمال في المنظمة يجب أخذها في عين الاعتبار. نجولي المبادئ الأساسية التي يستند عليها هيكل الأجور. يعني هيكل الأجور يجب أن يستند على 3 أشياء: مبدأ العدالة، مبدأ المساواة، مبدأ الكفاية. مبدأ العدالة شو المقصود به؟ العدالة في إعطاء الأجور، يعني كل موظف يأخذ حقه عدالة بناء على جهدك، بناء على العمل بتاعها، بناء على عطائها. يعني يجب تكون في عدالة في توزيع، مش ناس توصلها المرتبات في أظرف وناس يقعد يجري على مرتبه لا، لازم تكون في عدالة. نعم كل واحد درجته، كل واحد مؤهله، كل واحد عطائه، كل واحد ونقول احنا واداء لعمله، ولكن لازم تكون في جاستس، لازم تكون في عدالة. مبدأ المساواة، مبدأ المساواة تكون فيه مثلا المساواة في حالة جزء شخصين بنفس الدرجة وبنفس المؤهل وبنفس الخبرة، لازم تكون فيه مساواة بينهم. يعني هنا درجة واحدة، مؤهل واحد، عطاء في العمل واحد، لازم تكون فيه مساواة. مبدأ الكفاية، كفاية مربوطة المبدأ هذا بالمبدأين اللي قبلهم. مبدأ الكفاية في الإنتاج، مبدأ الكفاية تنتج تعطي، لازم تكون فيه هنا عدالة ومساواة ومبدأ الكفاية. نجولي آلية وكيفية وضع هيكل الأجور. كيفية وضع هيكل الأجور، آلية كيفية وضع هيكل الأجور. أولا تكوين هيكل الوظائف، يعني هنا نتكلم عن الأجور، تكلمنا عن المبادئ، توا آلية وكيفية وضع هيكل الأجور. أولا تكوين هيكل الوظائف، كيف يكون هو؟ يكون هذا على عن طريق أنك بتقسم الوظائف اللي تم تقييمها قبل. كيف بتكون؟ حسب أهميتها النسبية، من درجات، من فئات وظيفية. شرط على أن تضم كل فئة أو درجة تلك الوظائف. يعني هيكل الأجور متقسم الوظائف اللي تم تقييمها. مش قلنا تقييم الوظائف المحاضرة خديناها تقييم العاملين وتقييم الوظائف. هنا قال لك بتقسم الوظائف في هيكل الوظائف، بتقسم الوظائف اللي تم تقييمها، تم تقييم وظائف قبل، تقسم حسب الأهمية، مثلا من ناحية الفئة الوظيفية أو من حسب الدرجات. قسم الوظائف مثلا الدرجات تقسم بناء على الدرجات، الدرجات الوظيفية أو الفئات الوظيفية، وشرط أنها تضم كل درجة أو فئة تلك الوظائف. نجوني أنظمة دفع الأجور. أنظمة دفع الأجور، 1 أو ألف أو أولا نظام الأجر الزمني. أنظمة دفع الأجور، كيف بيكون دفع الأجور؟ يتم الدفع زي ما نعرفه، يا إما باليومية، يا إما بالساعة، يا إما أسبوعيا، يا إما شهريا، يا إما سنويا، مع عدم تغيير الأجر مع تغيير كمية الإنتاج. يعني نظام الأجر الزمني يتم الدفع على أساس الزمن اللي يقضيه العامل في الشغل، زي ما قلنا سنة، شهر، أسبوعي، يومي، ساعة، مع عدم تغيير الأجر مع تغيير كمية الإنتاج. لا، هني مفروض سامحوني شوية، مع تغيير الأجر مع تغيير كمية الإنتاج.
نظام الأجر الزمني. لا، هو نظام، هذا نظام في الأجر الزمني، سامحوني، يتم الدفع الشهري لكن ما يزيدش الأجر مع زيادة الإنتاج، يكون ثابت. هذا المقصود به في الحالات نظام الأجر الزمني، سامحوني. نظام الأجر الزمني يدفع زي ما قلنا على أساس الزمن، ساعة، يوم، أسبوع، ويكون ثابت وما يرتفعش، لأن في جهات يرتفع الأجر مع ارتفاع الإنتاج. يعني نظام الأجر الزمني لا، بناء على الزمن. هذا هو المقياس، هم نقولوا احنا مقياس مقياس المنظمة للدفع عند استخدامها لنظام الأجر الزمني. نجو لمزايا هذا النظام الأجر الزمني. شو المزايا متاعه؟ أكيد عنده مزايا، حاولنا نحطوها في نقاط يسهل فهمها. يصلح قال لك للأعمال اللي يتم فيها بالجودة أكثر من الاهتمام بالكمية الإنتاج. هذا يصلح النظام هذا للأعمال اللي يتم فيها الجودة، يتم فيها الاهتمام بالجودة أكثر من اهتمامها بالإنتاج. يصلح النظام هذا، ويصلح في الأحوال اللي يكون فيها الإشراف دقيق. ايضا يصلح في الاعمال اللي يكون فيها الاشراف دقيق، في حالة الاشراف دقيق يصلح هذا النظام. ايضا يصلح للاعمال اللي يصعب تحديد مستوى القياس لها، في اعمال ما تستطيعش قياسها، في اعمال لا تستطيع، في اعمال تقاس لكن في اعمال لا، يصلح هذا النظام. ايضا يصلح في الحالات التي لا تتضح فيها العلاقة بين الإنتاج والجهد المبذول. صح، في أشغال أو في حالات ما تكونش واضحة العلاقة بين الإنتاج والجهد المبذول، يبدأ في جهد مبذول، لأن مثلا في أعمال بناء على الجهد المبذول، في جهد مبذول وفي إنتاج، في أشغال أو حالات تقدر تشوف العلاقة بين الإنتاج والجهد المبذول، لكن في حالات لا ما تقدرش تشوف فيها بدقة بين الإنتاج والجهد المبذول. في الحالة هذه يصلح نظام الأجر الزمني. أيضا يصلح هذا النظام في حالة ما إذا كان الإنتاج، في حالة ما كان الإنتاج تحدث فيه عدة أعطال يصعب تفاديها. يصلح هذا. بعدين النظام هذا نظام سهل التطبيق وما يحتاجش لعملية حسابية معقدة. مثلا طول خدمة يومية حسبة سهلة، أسبوعية حسبة سهلة. يعني نظام سهل التطبيق وما يحتاجش إلى عمليات حسابية معقدة وكبيرة. نقولها يعتبر هذا النظام الأجر الزمني من يحدى قبول من العاملين. هذا النظام يحدى قبول، يعني راضين عن العاملين. علاش؟ لأن يتم تخليصهم مباشرة، يعني يا يومي يا ساعة يا أسبوعي، ما فيش إطالة من الإدارة. يعني نقولوا إحنا يلقى رواج بين العاملين. نجي للنظام الثاني، نظام الأجر في الإنتاج أو الأجر التشجيعي. نظام الأجر في الإنتاج يعني هذاك النظام الأجر الزمني بالوقت، ساعة بتخلص، يا مرتب شهر، يا يومية، يا ساعة، يا شهرية. نجي لنظام الأجر في الإنتاج أو الأجر التشجيعي. زي هذا مثلا يستخدم هذا النظام نقوله بالإنتاج، زي مثلا هذا في نظام المزارع في ليبيا، في بلادنا. مثلا عمال زمان، عمال مثلا يجي عامل، انت عندك حوازة ياخذها منك، نقول احنا بالانتاج، انت منك الارض وهو منه الشغل ويغرس وكذا، ويبدا عنده بالانتاج، اللي بيعه تتفق انت وياه بالانتاج. وفق هذا النظام يعني اجر الموظف شنو يتوقف؟ يتوقف على انتاجه. وهذا النظام قال لك شائع
في تحديد أجور عمال الإنتاج في الأعمال اللي يسهل إنتاجها بوحدات رقمية كالصناعة والزراعة وما في حكمها زي ما تكلمنا. هذا نظام الأجر بالإنتاج أو الأجر أو الأجر التسجيلي، نظام الأجر بالإنتاج أو الأجر التسجيلي. نجوبي شن مزايا الأجر حسب الإنتاج؟ هذا النظام يناسب الأحوال اللي يقوم فيها الإنتاج خاضع لمواصفات نمطية معينة. يناسب نظام الأجر حسب الإنتاج الأحوال اللي يقوم فيها الإنتاج خاضع لمواصفات نمطية معينة. أيضا يوفر هذا النظام حافز للعاملين أو للموظفين على زيادة الإنتاج، يعني كل ما زاد إنتاج العامل زاد أجره، صح؟ يعني نظام الأجر هذا يكون حافز للعمال، كل ما زاد إنتاجك كل ما يزيد أجرك، عكس الأجر الزمني ما يزيدش مع الإنتاج. أيضا نظام الأجر الزمني حسب الإنتاج مناسب للأعمال التي يسهل قياس إنتاجه بوحدات رقمية، زي الحال كما هو الحال في مشروعات الصناعات المعدنية ومشروعات الغزل والنسيج، أعمال يسهل قياس إنتاجه. يكون نظام الأجر حسب الإنتاج نظام نقوله احنا مفيد في هذه الحال، يناسب الحالات التي يوجد فيها اهتمام، يناسب الحالات اللي ينصب فيها الاهتمام، يناسب الحالات التي ينصب فيها الاهتمام إلى كمية الإنتاج بدرجة أكبر من نوع أو جودة. في حالات ينصب فيها الاهتمام في الكمية، ياخذوا على الكمية أكثر من ياخذوا على الجودة والنوع، في الحالة هذه ينجح نظام الأجر. أيضا يصلح إذا كان الإشراف غير دقيق، أو في الزمني يصلح إذا كان الإشراف دقيق، غير زمني إذا كان الإشراف غير دقيق يصلح. يحقق هذا نظام العدالة، علاش؟ بناء على جهدك تأخذ أجرك أو مرتبك، فيه جاستس، فيه عدالة. أيضا يساعد على روح الانوفيشن، على روح الابتكار، يساعد على روح الابتكار والإبداع. تبدا وتبدا تنتج، تحاول السلعه تكون بجوده معينه، وتحاول تكون مفتكه وكذا، واحد هنا يساعد على الابتكار. يمكن في هذا النظام تقدير تكلفه العمل مقدمه لكل وحده منتجه، يمكن في هذا العمل تقدير تكلفه العمل مقدمه لكل وحده منتجه. يصلح قلنا هذه هي نجولي الحوافز والمزايا والخدمات. الحوافز والمزايا والخدمات، يعني مما لا شك فيه انك وسيلة دفع الأجور التشجيعية هذه ديما تحفز الموظفين على انهم يبذلوا اكثر طاقة واكثر جهد، علاش؟ بس يزيد إنتاجهم. وهذا شنو يحقق؟ يحقق فائدة للمنظمة وفائدة للموظفين، لكن هذا يتطلب نقول احنا خطة أجور تشجيعية تأخذ في الحسبان الأمور التالية. يعني مما لا شك فيه أن وسيلة دفع الأجر التشجيعي تحفز الموظف وتخليه يبذل طاقة أكثر واهتمام بالعمل أكثر، وهذا يحقق لجهة العمل والموظفين فائدة، لكن هذا يبي خطة أجور. خطة أجور لازم يكون فيها النقاط الآتية: البساطة والوضوح. واحد، في بساطة وفيري كلير، ووضوح وبدون تعقيد، حتى تتمكن جميع
الجهات من فهمها، من فهم الخطة. يعني لازم تكون ببساطة وعدم التعقيد حتى يسهل فهمها. 2، مشاركة العاملين في وضع خطة الأجور التشجيعية. مشاركة العاملين في وضع خطة أجور تشجيعية. مساعدة أو مشاركة العاملين في وضع خطة أجور تشجيعية. أن يكون مثلا أو يتناسب فيها مقدار الأجر مع كمية الإنتاج. أن يتناسب فيها مقدار الأجر مع كمية الإنتاج. يتناسب فيها الأجر مع كمية الإنتاج. لازم استقرارها قدر الإمكان، لذلك لضمان دخل ثابت للعاملين الأكفاء. استقرارها قدر الإمكان وذلك لضمان دخل ثابت للعاملين الأكفاء. أيضا أن يكون الفرق بين الدخل العادي والدخل الحافز كافي لحفز العمال على العطاء أكثر. فعلا يعني أنت مثلا طلبت منهم جهد مضاعف، لازم يكون الدخل اللي بياخدوه في الأوفر تايم في العمل الإضافي أو في العمل اللي نقوله احنا اللي بعد دوام ساعات العمل باش يزيد الإنتاج، يكون الدخل يستحق العناء باش يحفز الموظفين. ما تكونش الفرق بين الدخل العادي والدخل اللي أنت تكلمت عليه مش كبير، لازم يكون في حافز باش يقولك حتى لو خدمت ولو كذا يكون عادي. يعني في الحالة الحوافز، نزول الحوافز. الحوافز شن هي الحوافز؟ قال لك الحوافز تكون فيه القدرة والرغبة. الحوافز القدرة والرغبة والكفاءة. يعني الكفاءة في العمل تعتمد، الكفاءة في العمل تعتمد على القدرة والرغبة في العمل. يعني حوافز الكفاءة تساوي القدرة ضرب رغبة. مثلا الموظف عنده نية يخدم لكن ما عندهش القدرة، قدرة بدنية الجسمانية أو القدرة، معناها الحالة هذه لن يستطيع شغل جهد أكثر. يعني عنده الرغبة لكن ما عندهش القدرة، مش حتمشي الأمور. في اللي عنده القدرة لكن ما عندهش الرغبة، أكيد حتى مش حيصير. لكن لازم تكون فيه نية وقدرة على فعل الشيء. نجوني مفهوم وأهمية الحوافز. شنو هي الحوافز؟ موتيفيشن. شنو هي الحوافز؟ الحوافز هي نقول احنا الحوافز هي عبارة عن مجموعة، أو تعرف الحوافز على أنها مجموعة العوامل اللي تخلي العاملين يقومون بعملهم على نحو أفضل ويبذلون معه جهدا أكثر مما يبذله غيره. يعني تعريف الحوافز على أنها العوامل التي تجعل الأفراد يقومون بعملهم على نحو أحسن ويبذلون معاه جهود كبيرة مما يبذل غيرهم. وعرفت أيضا بأنها العوامل
التي تعمل على إثارة القوة الحركية في الإنسان وتؤثر في سلوكه. هذا تعريف آخر للحوافز، العوامل اللي تأثر على شنو؟ على حافز أو القوة الحركية للإنسان أو للموظف أو للفرد وتؤثر في سلوك في سلوكه. والحوافز أيضا هناك تعريف آخر، عبارة عن مجموعة من العوامل والأساليب التي تستخدم للتأثير في سلوك الأفراد العاملين وتحثهم على بذل جهد أكبر وزيادة في الأداء كما ونوعا بهدف تحقيق أهداف المنظمة وإشباع حاجات الأفراد ذاتها. هنا ينعكس وضع نظام للحوافز الجيد في المنظمة في جوانب إيجابية، يعني ينعكس وضع نظام للحوافز جيد على المنظمة في الجوانب الإيجابية الآتية. نظام الحوافز كويس يؤثر في الجوانب الآتية، يحقق لك نظام حوافز، تحقق نظم الحوافز الجيدة زيادة في عائدات المحققة المتحققة للمنظمة. نظام الحوافز اللي قلنا عليه الحوافز جيدة يحقق لك زيادة في المبيعات الشركة أو زيادة في مبيعات المنظمة أو زيادة في الإنتاج، مما يترتب عليه زيادة في الإيراد. أيضا تساهم نظم الحوافز في استخدام قدرات العاملين وطاقاتهم أفضل استخدام، تساهم نظم الحوافز في استخدام قدرات العاملين وطاقاتهم أفضل استخدام. أيضا تعمل نظم الحوافز الكفؤ على تحسين الوضع المادي والنفسي والاجتماعي للفرد. نظم الحوافز اللي مبنية على أسس صحيحة تحسن الوضع المادي والوضع النفسي، أصلا حينعكس كيف بيتحسن الوضع المادي حيتحسن الوضع النفسي وسيتحسن الوضع الاجتماعي للعامل. هذه نظم الحوافز الجيدة. أيضا تدير في أو تعمل على تقليص الوقت، تعمل على تقليص الوقت والمواد الأولية المصروفة في الإنتاج، تعمل على تقليص الوقت والمواد الأولية المصروفة في الإنتاج. أيضا تحقق حالة من الرضا لدى الأفراد، فعلا يعني لدى الفرد أو العامل لدي يبدأ راضي على عمله. نجولي نظريات الحوافز، نظريات الحوافز، دراسات سلوك الفرد مش عملية سهلة، لهذا تتفاوت وتتنوع المؤثرات اللي تحكم هذا السلوك وتأثر عليه. وهنا على إدارة المنظمة مثلا على أنها تعمل على معرفة هذه المؤثرات بطريقة صحيحة حتى تستطيع أنها تستخدم الحافز باش يأثر لها في الموظفين داخل المنظمة. هنا في هلبة أو كثير من النظريات اللي تناولت موضوع الحوافز وقال لك اللي عليها ويجب أن تدرس بعناية من قبل الأفراد حتى يسترشدوا بها في فهم سلوك ودوافع الأفراد العاملين عندها ومعرفة الجوانب التي تحقق التحفيز لجهودهم. هذا كله لصالح المنظمة. وحاولنا نضع بعض النظريات اللي لها علاقة بالحوافز، جريت تقريبا 6-7 نظريات. النظرية الأولى نظرية الإدارة العلمية، نظرية الإدارة العملية. النظرية هذه تتركز على شنو؟ بموجب هذه النظرية تتحقق الزيادة في الإنتاج من خلال تطبيق هذه النظرية، تتحقق الزيادة في الإنتاج من خلال تطبيق نظم الحوافز النقدية المبنية على أسس الوقت المطلوب لأداء العمل. يعني نظرية الإدارة العملية قال لك بناء على استخدامنا لهذه النظرية تتحقق زيادة في الإنتاج من خلال شنو؟ من خلال تطبيق نظم الحوافز المبنية اللي تم تأسيسها أو بنايتها على أساس الوقت المطلوب لأداء العمل، على أساس الوقت. نجوني نظريات الحاجة، نظريات أو نظرية الحاجة. بموجب هذه النظرية يكون الفهم للحوافز المؤثرة في سلوك الفرد
أساس حاجتي، يعني وجود الحاجة يولد الحافز للقيام بالنشاط أو سلوك معين لإشباع هذه الحاجة. يعني نظرية الحاجة قال لك ترتكز هذه النظرية، أو بموجب هذه النظرية يكون الفهم للحوافز المؤثرة في سلوك الفرد، الحوافز اللي مؤثرة في سلوك الفرد هو أساس حاجته. يعني مثلا وجود الحاجة يولد الحافز، الحاجة موجودة يولد الحافز باش تقوم بالنشاط حتى تستطيع الحصول على هذه الحاجة. نجول لنظرية إكس وواي، شن فكرتها؟ بموجب هذه النظرية يقسم الأفراد إلى فئتين ولا مجموعتين، لكل مجموعة نوع معين من الحوافز تختلف عن المجموعة الأخرى. تقسم العاملين إلى زوز فئات أو مجموعات أو جروبات، كل مجموعة عندها نوع من الحوافز يختلف عن المجموعة الثانية. نجو نظرية العلاقات الإنسانية، في هذه النظرية شنو يتم؟ يتم التركيز على ضرورة خلق أجواء التعاون والتفاهم والانسجام بين الأفراد العاملين والإدارة. نظرية العلاقات الإنسانية قالك يجب التركيز على خلق جو من التعاون ويكون فيه انسجام بين الأفراد اللي يخدموا وبين منظمتهم. أيضا نظرية التوقع والأداء، بموجب هذه النظرية الفرد يفضل القيام بأعمال تعود عليه بأكبر عائد. يعني هنا نظرية التوقع، بموجب من خلال هذه النظرية الفرد يفضل أن يقوم بالأعمال تعود عليه بأكبر عائد، فأداء الفرد يتركز على تحقيق منفعته الشخصية. نجولي performance theory أو نظرية الإنجاز، تقوم فكرة هذه النظرية على أساس أن أهم حافز يدفع الفرد ويؤثر في سلوكه هو حافز الإنجاز. فعلا في اللي يحب ينجز، يعني هو شنو، في موظفين يحب ينجز، يحب يخدم، يحب يؤدي، يحب العمل اللي تعطيه له ينجز. يعني هنا في حافز شنو هو، أنك تنجز الشيء. وهذه أنواع من النظريات، قريب 6 نظريات. مرات يجيك سؤال اذكر نظريات الحوافز او تكلم عن نظريات اذكر نظريات الحوافز وتكلم عن 3 منها بالتفصيل مثلا، او اذكر نظريات الحوافز وتكلم عن كل واحدة منها بإيجاز. تكلم عن نظريات هاي، نظرية الإدارة العملية، نظرية الحاجة، نظرية إكس وواي، نظرية العلاقات الإنسانية، نظرية التوقع والأداء، نظرية الإنجاز. نجولي أنواع الحوافز، يعني في عدة تقسيمات للحوافز، وكل تقسيم يستند إلى أساس معين ويهدف إلى إبراز جانب معين من الأنواع المختلفة للحوافز. وهذه الأسس والتقسيمات يمكن وضعها من خلال نوعين، ألف أو واحد أو كذا، حسب الهدف من الحافز، حسب الهدف من الحافز، حسب الهدف من الحافز. يتم بموجب هذا التقسيم مثلا، يتم بموجب هذا التقسيم الحوافز تنقسم إلى نوعين حسب الهدف من الحافز. بموجب هذا التقسيم فإن الحوافز تنقسم إلى نوعين، شن هما؟ الحوافز الإيجابية، 1 الحوافز الإيجابية، 2 الحوافز السلبية. الحوافز الإيجابية هي مجموعة مؤثرات أو مجموعة من المؤثرات تهدف إلى التأثير على سلوك الأفراد العاملين عن طريق إشباع حاجات أخرى غير مشبعة لديهم، إضافة إلى إشباع حاجات لديهم زي المكافآت النقدية والنقل إلى عمل أفضل. نجول الحوافز السلبية، وهي مجموعة من المؤثرات اللي تسعى إلى التأثير على سلوك الأفراد. مثلا هي مجموعة من المؤثرات في حوافز سلبية، مش كل جميع الحوافز مادية. الحوافز السلبية مجموعة من المؤثرات تسعى للتأثير على سلوك الفرد من خلال تهديدهم بالحرمان مثلا من بعض الامتيازات اللي يحصلوا عليها. حالة ما أديتش العمل راه بيتم
زي ما تقول حرمانك من كذا من كذا، هنا هذا نوع منه. بعدين نجولي الحوافز او انواع الحوافز بحسب نوع الحافز ذاته. وفق لهذا الاساس فان الحوافز تنقسم الى حوافز ماديه واخرى غير ماديه. الماديه اللي تركز على اشباع الحاجات الفيزيولوجيه للانسان زي الاجر والمكافآت الماليه والضمان واستقرار في العمل وبيئه العمل الجيده والهيلث كير، الرعايه الصحيه والاجتماعيه. لكن الحوافز الغير ماديه شن هي؟ هي اللي تشبع حاجات اجتماعيه وذاتيه مثل الحاجه للانتماء، الحاجه للتقدير والثناء، والحاجه للشعور بالرضا والاعتزاز والفخر، واتاحه فرص للترقيه والتقدم وتفويض الصلاحيات والمسؤوليات والمركز الادبي والمنافس. نجولي شروط نجاح نظم الحوافز في حاولنا نضعوهم في 3 نقاط. شن هو الشرط حتى تنجح الحوافز؟ شن هي؟ يجيك سؤال اذكر وتكلم عن شروط نجاح الحوافز. النقطة الأولى أن يكون هناك وضوح كافي بالنسبة للأفراد العاملين لوجود علاقة بين الأداء والحافز. لازم يكون هناك، يجب يكون واضح للأفراد أو للموظفين اللي يخدموا في المنظمة، لازم يكون عندهم دراية بالعلاقة بين الأداء والحافز. راهو أدائك كل ما تأدي أكثر، كل ما تنتج أكثر، كل ما الحافز يزيد أكثر، كل ما مكافآتك المالية تزيد أكثر، كل ما امتيازاتك تزيد أكثر. لازم يكون هناك وضوح كافي بالنسبة للموظفين اللي يخدموا داخل المنظمة. أيضا أن توفر الإدارة مقاييس موضوعية ودقيقة لقياس أداء الأشخاص. يعني احنا مش قلنا للأمور الرئيسية تقييم الأداء، لكن تقييم الأداء لازم الإدارة توفر مقاييس موضوعية ومقاييس دقيقة، مش غير انك بتقوم بعملية التقييم وغير دقيقة. لازم الإدارة يعني تضع مقاييس موضوعية ودقيقة باش تقيس أداء الأشخاص حتى ما يصيرش ظلم، لأن فيه مرات قياس الأداء ما يكونش دقيق يساوي بين الأشخاص، هيك حيصير نوع من الإحباط بين الموظفين. أيضا نقطة أن الحوافز، أن تكون الحوافز متناسبة مع دوافع الأفراد. هو لكل الأفراد دوافع، في اللي عنده الدافع مادي، في اللي عنده الدافع البروز الاجتماعي، في اللي عنده دافع نقول احنا انه يترقى مثلا، بيأدي عمل باش يترقى باش يتم إشادة. يعني يجب تكون الحوافز متناسبة مع دوافع الأفراد. هذا شروط نجاح الحوافز. نجولي تقييم نظم الحوافز. تقييم نظم الحوافز، هناك عدد من المعايير والمؤشرات يمكن اعتمادها في تقييم نظم الحوافز، وهي الأداء، هذا يعتبر من وسائل التقييم. الأداء يستخدم لتقييم أثر الحوافز، أو يستخدم لتقييم أثر أنظمة الحوافز على مستوى الأداء لدى الأفراد العاملين. أيضا تكلفة العمل، يستخدم جانب التكلفة في تحديد مدى فاعلية نظم الحوافز المعتمد. أيضا رضاء العاملين، تمثل درجة رضا الأفراد، تمثل درجة رضا الأفراد العاملين على نظم الحوافز المطبق أحد المعايير المهمة لقياس درجة النجاح. يعني هنا طرق تقييم الحوافز تعتمد على طرق تقييم الحوافز، الأداء، تكلفة العمل، رضاء العاملين. نجولي موضوع السلامة. تو احنا حاولنا، هذه محاضرة تو الآن كملناها، زي ما قلنا هذه محاضرتين في محاضرة، لأن فصل الصيفي قلنا لازم تعطى من محاضرة لأن فصل ضيق. نجولي مفهوم السلامة المهنية أو السلامة المهنية. السلامة، مفهوم السلامة المهنية، شن هي السلامة المهنية أو ما المقصود بالسلامة المهنية؟
قالت السلامة المهنية تعني جميع الأنشطة الهامة أو جميع الأنشطة اللي تبي تحمي الأفراد والمواد والعاملين والأجهزة، يعني الأمور هذه اللي تسعى المنظمة إلى حمايتها. بمعنى آخر، الأنشطة التي تسعى المنظمات أو الشركات أو أماكن العمل إلى حمايتها، زي من الأفراد العاملين تبي تحمي الأفراد موظفينها، تحمي المواد، تحمي الأجهزة، تحمي المعدات، تحميها من شنو؟ من أنها تتعرض للحوادث أو تحمي العمال من الإصابة خلال العمل. يعني السلامة المهنية هنا شنو تتركز؟ تتركز على تقديم الخدمات والتجهيزات والإنشاءات ووضع ترتيبات لازمة لحماية جميع عناصر الإنتاج وفي مقدمتها العنصر البشري أيضا، بحيث توفر لك الظروف المادية والنفسية المناسبة للأفراد لأداء عملهم بالشكل المطلوب. وهنا نؤكد على أن السلامة المهنية يجب أن تشمل كل من النواحي المادية للعمل وكذلك النواحي التنظيمية اللي تهدف إلى تحقيق السلامة والأمن للأفراد العاملين. نجولي أهمية السلامة المهنية. شو أهميتها السلامة المهنية؟ غالبية الدول النامية اللي أخذت بأسلوب التخطيط، جميع الدول النامية اللي أخذت أسلوب التخطيط باش ترفع الكفاءة الإنتاجية للعناصر المشتركة في الإنتاج، أي العناصر المالية والبشرية، ولكن هذه الدول واجهت مجموعة من المشاكل يمكن أن تتمثل في نوعين رئيسيين. يعني هنا سامحوني شوية، هي الأهمية باش توضح لك الأهمية وورينا لك عدم استخدام السلامة المهنية شين يأثر. يعني المقدمة أنها تسعى أغلب الدول اللي اختت بأسلوب التخطيط ورفع الكفاءة الإنتاجية العناصر المشتركة في الإنتاج، يعني العناصر المادية البشرية، هذه الدول واجهت مجموعة من المشاكل يمكن تقسيمها في نوعين. أولا قال لك مشكلة توفير العمالة، مشكلة توفير العمالة بالأعداد المطلوبة وبالمستويات معينة من المهارة لإنجاز برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية. مشكلة توفير، يعني هنا الدول اللي استخدمت أسلوب جديد قلت لك واجهت مجموعة مشاكل يمكن تمثلت في أولا مشكلة توفير العمالة بأعداد مطلوبة وبمستويات معينة من المهارة باش تنجز برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية. أيضا مشكلة توفير الجو الصحي والأمن حتى تستطيع القوى العاملة من أداء مهامها المحددة. لهذا المفروض يجب التركيز على التدريب والتأهيل العاملين حسب متطلبات خطة التنمية. وهذا كيف يكون وكيف يتأتى؟ يتأتى بأنك تنشأ مراكز تدريب مختلفة وتضع شروط مواصفات واجب توفرها في بيئة العمل. ومن المهام الأساسية للإدارة الجيدة هو وضع خطط واختيار وتدريب الأفراد على الأسلوب الأمثل أو الأسلوب الآمن للأداء. وهنا وتعتبر الحوادث الصناعية أحد المشاكل اللي تواجه الإدارة، وتعتبر في الوقت نفسه أحد المعوقات التي تحول دون تحقيق الأهداف. ويقصد بالحادث الناتج اللي من مركز العمل مباشرة بسبب خلل في الآلات أو الأجهزة أو العوامل الإنسانية الغير مؤول. هنا نجولي حوادث العمل. حوادث لنسمة السلامة المهنية المحاضرة. حوادث العمل، الحوادث بشكل عام شن هي؟ هي هذيك الأفعال الغير مخططة والغير مقصودة من قبل الشخص وبالتالي تكون غير مرغوبة وينتج عنها ضرر للعاملين أو للأفراد، وهي التي تحصل وأمتى تحدث خلال أداء العمل أو بسبب تؤدي لتوقف العمل. يعني هذه حوادث العمل، حوادث العمل. وحوادث العمل تقسم وفق عدة معايير حاولنا نوجز منها الآتي.
من حيث نتائجها الإصابات الحوادث حسب درجة خطورتها، حوادث خطيرة، حوادث بسيطة، حوادث متوسطة، حسب سبب وقوعها، حسب فرد حسب سبب وقوعها، الفرد، الأدلة، سوء التنظيم، ظروف العمل، من حيث إمكانية تجنب الحوادث، من حيث إمكانية تجنب الحوادث. نجولي أسباب حوادث العمل، شو أسبابها؟ يعني هنا الحوادث تحصل، الحوادث والإصابات العمل نتيجة عدة أسباب، وهذه الأسباب نقدر نقسمها إلى زوج مجموعات. الأولى نقول أسباب غير شخصية، وتشمل أسباب البيئة، وتشمل أسباب نقول بيئية وفنية وتنظيمية، وهي ما لهاش علاقة بالفرد اللي يدير في العمل أو القائم بالعمل. الثانية تضم الأسباب الشخصية بيرسونال، وهي تنتج عن نقص في قدرة الفرد أو عدم ملائمته للعمل أو عدم توفر الدوافع النفسية اللازمة لديه لكي يتمكن من أداء العمل. نجو لقياس حوادث العمل، كيف نقيسوها حوادث العمل؟ قياس الحوادث يستخدم لقياس حوادث والإصابات العمل المقاييس التالية. في مقياس يقولها معدل تكرار الإصابات، قياس حوادث العمل تستخدم مقاييس التالية، معدل تكرار الإصابات يحتسب هذا المعدل، يعني عند احتساب هذا المعدل يجب تراعي الإصابات في القسم أو المنظمة وعدد ساعات العمل الفعلية خلال الفترة. وذلك هذا كيف يصير؟ من خلال أنك تضرب عدد الأفراد العاملين في عدد ساعات العمل الفعلية وضربها في عدد الأيام أي الفترة، بتقول عدد ساعات العمل الفعلية تساوي عدد الأفراد تضربها في عدد ساعات العمل اليومية تضربها في أيام، في عدد أيام فترة القياس. يعني معدل تكرار الإصابات يساوي المعادلة بتاعها عدد الإصابات على عدد ساعات العمل الفعلية تضربها في، تضربها ضرب نقول هذه 0.2 3 4 5 6 تضربها في 100,000 تضربها في مليون. معدل تكرار الإصابات، معدل تكرار الإصابات، عدد الإصابات على عدد ساعات العمل الفعلي. هذا شن يعني؟ يعني أن معدل التكرار يمثل عدد الإصابات اللي أدت إلى تعطيل أحد الأفراد العاملين ولا أكثر منه عن العمل يوم واحد أو أكثر، وذلك على مدى مليون ساعة عمل. أيوة، يعني معدل تكرار الإصابات عدد الإصابات على عدد ساعات العمل الفعلية في مليون. نجولي هذا ألف قياس حوادث العمل. اثنين معدل شدة الإصابة، معدل شدة الإصابة، إن معدل يقيس شدة الإصابة، إن هذا المعدل يقيس شدة الإصابة معبرا عنها بعدد الأيام العمل الضائعة بسبب الإصابة. يعني معدل شدة الإصابة يساوي عدد الأيام الانقطاع عن العمل على عدد ساعات العمل الفعلية جميع العاملين في مليون. معادلة. وسائل وأساليب خفض الحوادث، من أبرز الأساليب والوسائل اللي من شأنها خفض الحوادث الآتي، باش تخفض، في وسائل تخفض بها الحوادث لازم يكون تصميم الآلات يتناسب والخصائص الإنسانية، يجب يكون تصميم الآلات يتناسب الخصائص الإنسانية. مثلا الآلة تدير لها كرسي يقعمز عليها، ما يقولش الشخص واقف، تهيئ بطريقة كذا معينة، تكون تصمم الآلة بما يناسب خصائص الإنسانية. أيضا يجب توفير ظروف عمل مناسبة، يجب الظروف اللي يخدم فيها العامل تكون مناسبة ومريحة ومهيئة ويرضى بها العامل، توفير ظروف عمل مناسبة. اثنين استخدام معدات ووسائل الوقاية الشخصية، الوقاية الشخصية مثلا، الوقاية الشخصية مثلا استخدام نقولوا احنا
على سبيل المثال تخدم في مثلا في مصلحة السلامة المهنية لازم تكون عندك الملابس الواقية للحريق، تكون تلبس الخوذة لحماية الرأس للمهندسين الميدانيين، يعني الأخذ بالمعدات يعني استخدام معدات. أيضا إعادة النظر في تصميم بعض الأعمال، يعني إعادة النظر في تصميم بعض الأعمال. أيضا لازم يكون في تنسيق، وضع وتنسيق سياسات وبرامج صيانة الأفراد، يجب تكون في برامج صيانة الأفراد ويكون وضع وتنسيق سياسات. نجو أهداف الوقاية من الحوادث، أهداف الوقاية من الحوادث. شن هو للوقاية من الحوادث؟ عدة أهداف. شن هي؟ في الهدف الإنساني، في هدف إنساني، من بيش العامل يصاب بهدف إنساني، من بيش العامل يصاب بتخفيض التكاليف، لأن لو أصيب عامل، أصيب لعامل يكون هذا عبء علي ومش في صالحي. أيضا تحقيق أهداف أو غرض غير منظورة. مثلا الهدف الإنساني من أهداف، يقول لك مثلا تكلم عن أهداف الوقاية من الحوادث الشنية، يقول الهدف الإنساني يعني يكون الجانب حماية العنصر البشري في الصناعة من التعرض للحوادث، يعني جانب إنساني، يعني بيش يصاب العمل يعني. أيضا تخفيض التكاليف، يعني يعتبر الدافع لكثير من الشركات الاهتمام بالأمن الصناعي وبرامج تخفيض تكاليف التشغيل، علاش؟ بغرض زيادة الأرباح، وهذا عن طريق تبسيط العمل وإجراءاته، يتم تبسيط العمل وتحسين وسائل المناولة للمواد والوسائل الفنية لمراقبة الإنتاج. أيضا تحقيق أهداف أو أغراض غير منظورة، هذا الهدف الثالث. من أهم هذه الأهداف الغير منظورة هو رفع معنويات العاملين وتحسين علاقات العامة. أهداف غير منظورة جانب معنوي، يحس العامل أنك مهتم به، يعني هذه الأهداف الغير منظورة زي رفع المعنويات. نجولي تخطيط وتنفيذ برامج الأمن والسلامة في المؤسسات. لضمان السلامة المهنية يجب التخطيط البرامج المناسبة لذلك، وهي في الغالب تتصل بالعمل وفق ثلاث محاور، هي 1- تصميم أماكن ووسائل العمل المناسبة، تصميم أماكن ووسائل العمل المناسبة. 2- اتخاذ الإجراءات المناسبة، اتخاذ إجراءات مناسبة لاختيار العاملين، وتراعي توفر الشروط الصحية في العاملين، يعني تتخذ إجراءات مناسبة لتختار بين العاملين. 3- تطبيق ما يتم وضعه من إجراءات، تطبيق ما يتم وضعه من إجراءات. وين تطبيق ما يتم وضعه من إجراءات؟ يعني مثلا التخطيط البرامج ما يكفيش، هذا باش يقلل لك الحوادث والإصابات، يعني لازم من التزام الإدارة نقول احنا وعدم تساهلها في تطبيق ما يتم تخطيطه من برامج. وهنا يعني مرت برامج الأمن والسلامة المهنية بمراحل كثيرة مثلا في تطويرها، من ضمنها يعني يقول لك شن هي المراحل اللي مرت بها وسائل الأمن والسلامة. يقول له 1- تحليل حالات الإصابات العمل وتصنيفها وتحديد أسبابها. 2- إيصال هذه المعلومات إلى المختصين ووضعها في إطار معايير وإرشادات للقائمين بالعمل للاستفادة منها في عملية التدريب. 3- التفتيش في أماكن العمل. 4- تدريب المشرفين على أصول السلامة العامة. أما على مستوى التنفيذ فهذا يتطلب اتباع الخطوات الآتية، يعني تكلمنا عليه شروط الأمن والسلامة، المراحل اللي مرت بها، تحليل إصابات العمل، إيصال هذه المعلومات للمختصين، تفتيش في أماكن العمل، تدريب المشرفين على أصول السلامة العامة. هذا أما على مستوى التنفيذ يتطلب اتباع الخطوات الآتية: 1- وضع برنامج للسلامة العامة. 2- الحصول على أحدث المعلومات حول وسائل توفير الأمن والسلامة. 3- تقديم النصح والمشورة لجميع المديرين حول برامج الأمن والسلامة. 4- جمع وتوثيق المعلومات حول حوادث وإصابات العمل. 5- تقديم تقارير دورية للإدارة العليا حول مستوى الأمن والسلامة. 6- التعاون مع مختلف الإدارات داخل المنظمة حول مختلف الأمور المتعلقة بالأمن والسلامة. 7-
القيام بجولات تفتيشية على مواقع العمل للتأكد من تطابقها مع المواصفات التي تحددها القوانين والتعليمات. 8 المشاركة في مراجعة مواصفات المواد واللوازم التي تتم شرائها للتأكد من أنها تراعي كافة المخاطر المحتملة وسبل معالجتها. نجو لتقييم برامج الأمن والسلامة المهنية في المؤسسات. هنا لابد من فترة إلى ثانية من مراجعة الأنظمة المتبعة، ولازم من تقييم فاعليتها، هذا لازم حتى يتم تحقيق ما هدفت إليه المنظمة ومعالجة الخلل لو كان فيه. ويتم هذا عادة بموجب دراسات علمية تقوم على حقائق ومعلومات. أيضا لابد من بحث ودراسة وتحليل حوادث وإصابات العمل باش تعرف الأسباب بتاع أسباب وقوعها، وتحاول العمل على وضع حلول لهذه الأسباب باش تحد منها. وأيضا تجري تقييم للبيئات العمل باش تعرف العوامل المؤثرة فيها علاش بهدف السيطرة عليها. وهنا من الضروري نأكدوا ضروري يعني على النتائج تقديم برامج الصحة والسلامة. يمكن أن يؤدي هذا إلى توصيات تشمل مثلا إعادة النظر في تصميم أماكن العمل أو مناولة المواد مرات، ولا سياسات الاختيار بين العاملين، لأنها كلها جميع العوامل عندها صلة بالحوادث وإصابات العمل. وإن شاء الله نكون هنا وفقنا في هذه المحاضرة، وكانت سهلة يعني، وعرفنا بعض المعاني وعرفنا شروط وعرفنا شو المقصود بالحوافز وشو المقصود بالخدمات وشو المقصود بالسلامة المهنية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.